بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع درس قوانين الاحتمال التطبيق الأول. نحن في السؤال الثالث باء، قلنا حتى لا يؤثر المصابون على أداء زملائهم، فكرت إدارة المؤسسة في إعادة تشكيل فرع تدخل سريع بحيث يصبح الاحتمال وجود عامل مصاب يكون أقل من 50%. ما هو أكبر عدد من العمال يمكن أن يضم هذا الفرع؟ مع العلم في السؤال السابق كان عينت هذه المؤسسة 10 عمال كفرقة تدخل سريع، فحسبنا الاحتمال تاعها ولقينا أن النتيجة يعني لم ما بدلتش 50% من يعني فيما يخص العدد الإمكانيات، لقينا احتمال تاعها لقيناه 0.30. الآن نريد تغيير العملية ونبحث على عدد العمال التي يمكن وضعها في هذا المجموعة التدخل السريع حتى يكون الاحتمال أقل من 50%. نفرض أن عدد عمال هو N، نفرض أن عدد العمال هو N. إذن الآن لدينا غران زاد هو المتغير العشوائي الجديد، يتبع هو أيضا قانون ثنائي الحد بواسطين هما N، واحتمال أن يكون الشخص أو العامل المصاب سميناه B ولقيمته هي 0.1949. الآن احتمال أن يكون العامل أن هذا الفرع يكون به على الأقل عامل، احتماله قلنا يكون أصغر أقل من 50%، 50% على الأقل يعني أصغر من 1/2، فنبحث على قيمة N. فP لي Y أكبر أو يساوي 1، هذا احتماله، هذا معناه أن 1-P لي Y أصغر من 1 راه أصغر من 1/2. بي لي Y بي لي Z عفوا المتغير هو Z، بي لي Z أكبر أو يساوي 1 راه أصغر من 1/2، وبي لي Z أكبر أو يساوي 1 هو 1-P بي لي Z أصغر تماما من 1 لي هو 1-P لي زاد أصغر تماما من 1، تعني زاد تساوي 0 أصغر من 1/2. وقلنا ذكرنا في السابق أن احتمال أن زاد يساوي K احتماله هو CNK في P أس K في 1-P أس N موان K. فبالنسبة لهذا تكافئ عندي 1-P لي زاد يساوي 0، يعني عوضنا ك بالصفر، تعطينا سي ان صفر في بي أس صفر في 1-P أس ان ناقص صفر. فبي سي ان صفر قلنا هذه القيمة راهي أصغر أو تساوي 1/2. إذن عندي 1-CN0 تعطيني 1، P أو 0 هو 1، يبقى لي 1-P 1-P أو N راه أصغر أو يساوي 1/2، أي هذا 1-P أو N راه أكبر من 1/2. فبإدخال اللوغاريتم عندنا
لوغاريتم لواحد ناقص بي أس أن راه أصغر من لوغاريتم واحد على اثنين، وبالتالي نجد أن اللي هو لوغاريتم واحد على اثنين على لوغاريتم واحد ناقص بي. فبعد حساب نجد أن هذه القيمة هي لدينا صفر، هذا بعد حساب هو 0.8051 أس أن راه أكبر أو يساوي واحد على اثنين، وعليه نجد أن أن راه يساوي 3. إذن حتى يكون احتمال أن العمال المصابين يكون نسبتهما أقل من 50%، يكفي أن فرقة التدخل السريع على الأقل يكون بها 3 عمال. فكلما كبر هذا العدد كلما كان الاحتمال أكبر أو عفوا احتمال أصغر لكي يكون هذا العامل مصاب. هذا فيما يخص التطبيق الأول، وهو خاص بقانون برنولي أو قانون ثنائي الحد. ناخذ تطبيق ثاني، متوسط متوسط مقاوم كهربائية يتبع قانون أسي نرمز له ب غرانت إكس، يعبر عنه باليوم. وسيطه صفر فاصلة ثلاث أصفار صفرين 12، يعني لامدا هذه هي قيمته. سؤال الأول، ما متوسط عمر مقاوم؟ ما هو متوسط عمر المقاوم؟ فنعلم أن المتوسط يعني هو الأمل الرياضياتي لهذا، والأمل الرياضياتي قيمتها هي تي في تكامل تي اف لي تي دي تي، او بصيغة اخرى هي ابسط من ذلك بدون مرور بطرق الحساب، هي واحد على لامدا. علما ان لامدا قيمتها 0.0 يعني هو واحد على 0.0012، وهو عندنا 10 أس 4 على 12، وهذا ما
يمثل عمر متوسط عمر المقاومة التي تكون بالأيام، تمثل بالأيام. هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني، ما احتمال ثانيا ما احتمال أن تعمر مقاومة ألف أكثر من 100 يوم، با أقل من 60 يوما، وجيم 100 يوم، علما أنها تستعمل ولا استعملت منذ 60 يوما. يعني دينا متغير عشوائي X، الآن نحسب P لX أكبر من 100، يعني X أكبر من 100، P لX راه أكبر من 100، احتماله هو 1 ناقص P لX راه أصغر من 100، وهو 1 ناقص تكامل من 0 لـ100 للامدا E ناقص X ولا لامدا X dt، مع لامدا قلنا هذه هي قيمة لامدا، فهي 1 ناقص لامدا اللي هي 0.0012، فنحصل على مشتقة E لناقص X لامدا هي ناقص لامدا بإدخال ناقص هذا العدد لامدا، نحصل على أسية ناقص X في لامدا، هذه القيمة محصورة بين 0 و 100، فنجد 1 ناقص أسية عندنا زائد أسية 100 في 0.012، إذا تعطيني أسية ناقص 0.12 ناقص بتعويض بالصفر نجد الواحد، وبالتالي هي أسية ناقص 0.12. هذا فيما يخص احتمال أن تكون عمر المقاومة أكثر من 100 يوم. الآن هذا بالنسبة لسؤال ألف. بالنسبة لسؤال ب، أن يكون عمر المقاومة أقل من 60 يوم، يعني P لX راه أصغر من 60، قولوا أصغر تماما أو أصغر أو يساوي، قلنا هو التكامل من 0 لـ60 للامدا في E ناقص لامدا T dt، لامدا تي دي تي، لامدا تي في مكان إكس هناك خطأ نكتب تي، فنحسب هذا وهذا يعطيني ناقص أسية ناقص لامدا تي بين العددين 60 و 0، وتعطينا 1 ناقص أسية ناقص 60 في 0.12، يعني 60 في 0.012، فيمكن تبسيط هذه النتيجة ونجد الاحتمال. أرى فيما يخص الاحتمال الثالث، هو X راه أصغر من 100، وعلما قد استعمل أكثر من 60، إذن هو X محصور بين 160، ويمكن حسابه بنفس الطريقة السابقة
واستنتاج هذا، ونكون بهذا انتهينا من درس قوانين احتمال وفيما يخص كل البرنامج هذه السنة.